كثير من الشباب يفقه كثيرا ويعلم كثيرا من أمور الدنيا أو من اللغات أو من غير ذلك من الأمور، لكنه في أمور الدين معلش أصلي مش عارف، معلش أصلي ما تعلمتش، معلش أصلي ما حدش قال لي. طيب ولماذا أنت لا تبحث بنفسك؟ لذلك الله عز وجل ذم الذين يعلمون كثيرا من أمور الدنيا ولا يعلمون شيئا أو يعلمون قليلا من أمور الدين. قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله عز وجل ذم الذين يعلمون كثيرا من أمور الدنيا لكن لا يعلمون كثيرا من أمور الشرع، لذلك مدح الله عز وجل العلماء وزكاهم سبحانه وتعالى فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء المقصود بهم هم علماء الدين الذين كلما تعلموا في دينهم كلما علموا قدر الله عز وجل وكلما ازدادت خشيتهم من الله عز وجل. في مواضع كثيرة أثنى الله فيها على العلماء كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما تفقه الإنسان في دينه أو تثقف على الأقل كلما كان هذا خير له. أما أن يكون كالبيت الخرب وآسف في اللفظ، اسمه بيت لكن لا يوجد شيء بداخله، بل إذا ألقى فيه أحد من القاذورات والزبالة أعزكم الله وغير ذلك منها أخذها، ولا أحد يهتم بتنظيفه ولا أحد يهتم بما بداخله، اسمه بيت فقط وبس، لكن ما هو الذي بداخله الله أعلم. إذا كان خاويا أخذ وأشرب وامتلأ بالقاذورات وللأسف الشديد ولا أحد يهتم به، فهذا كالذي يجهل كثيرا من أمور الشرع. أما المؤمن فهو كالبيت الذي به أهل ينظفونه ويرممونه ويهتمون به، وإذا جاءته القاذورات أسرع أصحابه وأهله في تنظيفه وفي ترميمه ونقوا البيت من كل شيء قذر أو غير صالح للاستخدام. فكذلك المسلم لابد أن يكون، لابد أن يكون ممتلئا بالعلم وممتلئا بالإيمان حتى إذا جاءته الشبهة صدها بعلمه وبإيمانه بالله عز وجل، وينكر الخزعبلات والبدع والشبهات التي تتوجه إليه من كل جانب وللأسف الشديد لا سيما في زماننا الحالي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.